يامي برياني. اول حاجه حنتبل لحمتنا، حنحط بهارات برياني ناعمه، هذه هي البهارات، زبادي، نحط الزيت، زنجبيل وثوم. We'll marinate all them together. بعدين خليها اربع ساعات ترتاح. ننقع رز البسمتي نص ساعه بالزيت، نحط بهارات صحيحه، نحمسها شويه، بعدين نضيف البصل. هنضل نحمسها تقريبا نص ساعه لين ما تتكرمل. بعد نص ساعه كيف صار معانا؟ حناخذ نص كميه البصل على جنب، حتكون فوق الرز، والنص الثاني حيكون للطبخ. نضيف اللحم المتبل. We'll add this water. حطنا المويه وحنطبخها ساعه على نار خفيفه. After one hour, we'll open this. ما شاء الله ما شاء الله. الآن نحضر الرز، نخلي الرز يغلي أول حاجة. We'll add rice. 5 minutes till boil rice. نشغل الرز من هنا. ما شاء الله. راح نضيف زعفران. موية كاري في الأخير، هذه سر النكهة. ورق نعناع. حط البصل المقلي. شوف البرياني. ما شاء الله. الريحة يا جماعة تستاهل. هذا البرياني صار جاهز معانا، عليه بالف عافية. الله. في قلبك.